إنسان زيد تراب زيد وقت. وإذا أردتم نحلل هذا مثلا، هل نأخذ مثلا، طبعا هو ممكن التحليل بالطريقة التبسيطية، يعني نقول هذا من أي مادة والمادة هذه من أين، هذا طريق الأطفال، حليه للأطفال. لا، إحنا حنعمل شيء آخر، نعمل على الصبورة الجوانية التي لدينا المعادلة البسيطة، هذا مثلا يساوي إنسان زائد تراب زائد وقت. وعندنا طريقة بسيطة في علم الرياضة، إذا المعادلة صحيحة عندنا طريقتين للتأكد من صحتها، طريقتين، طريق الإضافة وطريق الطرح. هيا نضيف للمعادلة، هيا نضيف للمعادلة شيء تنظرونه أنتم لازم حتى يتكون هذا أمامكم ويشخص هكذا ويصنعه مصنعه هكذا في بريز أو في غير بريز. مثلا نضيف كلمة، أنا قلت هذا يساوي إنسان زائد تراب زائد وقت، ماذا ترون أن نضيف إلى هذا؟ مثلا شيء عظيم، مثلا العلم، هيا العلم كلمة عظيمة هذه، العلم نضيفها، أي نضيف إنسان هذا يساوي إنسان زائد تراب زائد وقت زائد علم، هل صحيح؟ لا، مش صحيح من ناحية العلمية، لأن أضفنا مركب، لأن العلم بدوره لما أضع في هذا الترقيم في هذه القائمة أضع على أنه منتوج حضاري، هو العلم نفسه منتوج حضاري، يساوي إنسان يساوي تراب زائد تراب زائد وقت، العلم هو نفسه مركب. أما لما أقول إنسان فأنني أذكر شيء غير مركب، لما أقول إنسان تراب أذكر شيء من ناحية الاجتماعية أتكلم، أذكر شيء غير مركب، لما أقول زمن أذكر شيء غير مركب، أما لما أقول علم أقول شيء يساوي إنسان زائد تراب زائد وقت. والدليل إذا، والدليل نأخذ الدليل الآخر الآن، الطرح، ننزع من المعادلة إحدى الثلاثة أطراف، مثلا إنسان، هل يبقى هذا؟ يذوب، ينتهي، هذه تفنى، لو ننزع كلمة إنسان من معادلتها خلاص ضاعت معطيات، إحدى المعطيات الثلاثة، إذا أخذت، إذا نزعت من هذه المعطيات الثلاثة سنة، وإذا أضفنا إليه هذا مش عارف، هذا طائر. إذا نزعنا الزمن، هل يمكن أن نتصور هذا؟ نربط فقط حلقة صغيرة مثلا، نربط حلقة صغيرة نبرز فيها قيمة الزمن في هذه المنتوجات الحضارية. مثلا ماركوني تفضل على الإنسانية في سنة 12 أظن أو 11 بجهاز الراديو، وهل كان يمكنه أن يتقدم بهذا الاختراع المهم لولا أن سبقه الألمان بخمسين سنة تقريبا، لولا أن سبقه بخمسين بأربعين سنة تقريبا، لولا أن سبقه بنصف قرن تقريبا الألماني هيرتز الذي اكتشف لوند الموجة، نعم الموجة، الذي اكتشف الموجة الكهربائية. لو لم يكن بين ماركون وبين هيرتز هذا المقدار من الزمن، لم تكتمل شروط اختراع السيد ماركون، لم تكتمل الشروط، ينقص شيء. إذا الزمن شيء جوهري في الاجتماعية، في كل المعادلات الاجتماعية، في كل المنتوجات الحضارية. فإذا تأكدنا من هذا بإضافة العلم، فوجدنا العلم نفسه يحلل إلى ثلاثة أشياء، الإنسان تراب وقت، إذا لا يضاف إلى هذا شيء. إذا سحبنا شيء نرى أن السحب يزيل الشيء،
إذن المعادلة صحيحة، صححت بطريقتين. المعادلة صحيحة، هذا يساوي إنسان زي التراب زي الوقت. فعلا احنا ندرس نقول الآن إذا أردت أن أجعل على هذه الصبورة الجوانية التي وضعناها أمامنا قائمة الأشياء الحضارية كلها، مثلا من الإبرة إلى الصاروخ 13 أو 14 هذا وش اسمه ليو وش اسمه ليو كذا نسيت والله نسيت أبولو 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 فلو نضع هذه القائمة على الصبورة منتوج حضاري رقم 1 يساوي إنسان زائد تراب زائد وقت، منتوج حضاري رقم 2 يساوي إنسان زائد تراب زائد وقت، منتوج حضاري رقم 3 يساوي إنسان زائد تراب وقت، ونكتبوا 20 سنة 30 سنة أو 100 سنة مش عارفين ما نعرفوش، نكتبوا بعد 100 سنة ننتهي منتوج حضاري نهائي مش عارفين وانا هو أبولو مش عارف عدد كم يساوي إنسان زائد تراب زائد وقت. هذا الصيغة هذه على الصبورة الجوانية توحي لنا بشيء، أننا نجمع هذه الأشياء اللي في الطرف الأول، يعني مجموع لما نجمعها هكذا، يعني منتوج حضاري 1، منتوج حضاري 2، منتوج حضاري 3 إلى آخره، حتى منتوج حضاري نهائي نجمعها نسميها كما يقولون سيجما برودويت سيفيزاسيون، يعني مجموع منتوج حضاري، خلاص ما نعقدوش الأشياء، مجموع منتوج حضاري يساوي من الناحية الأخرى الطرف الآخر يساوي مجموع إنسان نشوفه زائد مجموع تراب زائد مجموع زمن، هذه من الناحية الرياضية يكفي هكذا، المعادلة تكفي هكذا، وهذا من الناحية الرياضية هذا هو ضبط على قاعدة رياضية، يعني لا مجادلة فيها. ولكن شوف نقراو معليش، معادلة نهائية مجموع منتوج حضاري يساوي مجموع إنسان زائد مجموع تراب زائد مجموع وقت أو زمن، هذا الشطر الأول الطرف الأول مجموع منتوج حضاري كيف نفسره؟ أولا نفسر في ضوئه، أولا نفسر في ضوئه ظاهرة التكديس والشيئية، هنا نفهم راح نفهم استحالتين، استحالة منطقية واستحالة اقتصادية، استحالتين اثنين. القائمة هذه نتاع منتوجات الحضارة، هل يستطيع مجتمع من المجتمعات وأي مجتمع كان، مثلا أمريكا أغنى المجتمعات اليوم، تشتري ما يمكنش أمريكا تشتري نيويورك واحد، أما لما نقول أمريكا صنعت نيويورك، أما لما نقول أن الشعب الأمريكي صنع نيويورك فلا جدال في هذا، من صنعه؟ هل صنعته الشياطين والملائكة؟ صنعه الشعب الأمريكي فعلا. إذن يجب علينا أن نفرق بين شيء نسميه الإمكان المالي والإمكان الاجتماعي، le pouvoir financier et le pouvoir social، هذو حاجتين ما نخلطوش ما بيناتهم وإلا راح نلخبط الأشياء. le pouvoir social est une chose, le pouvoir financier est une autre chose. Et c'est le pouvoir social qui détermine tout. C'est le pouvoir social qui détermine le pouvoir financier. سمحوا لي نراجع هذه الفكرة
أن هذه القائمة تدلنا على شيء، أن ليس في إمكان أي مجتمع أن يقتنيها بثمنها النقدي، ما يمكنش، ما هوش ممكن، لا يستطيع أحد، لا ألمانيا ولا أمريكا ولا الصين ولا غيره ولا أي مجتمع. حتى أننا إذا قدرنا أن أمريكا لا تستطيع أن تشتري، ما هوش القائمة، هذه فوق المستحيل. أما حتى نيويورك مدينة واحدة، يعني طرف صغير من هذه القائمة، طرف صغير جدا من هذه القائمة، لأن محتويات نيويورك ما يش القائمة هذه. القائمة هذه أكثر منها كبير. أمريكا لا تستطيع أن تدفع ثمن نيويورك واحد. ومن ناحية أخرى نقول أن أمريكا صنعت، الشعب الأمريكي يعني صنع مثلا نيويورك، والشعب الألماني صنع برلين، والشعب صنع برلين بعد تحطيمه البتة، والشعب صنع ألمانيا، مش بس ما صنعش برلين، صنع ألمانيا، أعادها للوجود من دون فلوس، من دون قرش، ما عندوش. نين 845 بقت ألمانيا قاعا صلصلة، وبقى الشعب الألماني فارغ الوطاب، ليس لديه في يده ولا في جيبه شيء، خلاص فعاد كل بناء. إذن يجب علينا أن نفرق بين طاقتين أو إمكانيين، الإمكان النقدي المالي والإمكان الاجتماعي، فهذوما أمران يجب أن لا نخلط بينهما، لأن الخلط هو الذي يجعلنا نتورط في عملية عابدة فاشلة، هي عملية التكديس، لأنها عملية مستحيلة. مهما نكدس من أشياء مشترات، مهما نكدس ومهما ندفع من جيوبنا، فلا نستطيع أبدا وإلى الأبد أن نستورد كل منتوجات الحضارة، هذا مستحيل. هذه استحالة اقتصادية، ولكن هناك استحالة أخرى لعلها أشنع، وهي استحالة منطقية. استحالة منطقية، ما يعني ماذا من ناحية المنطقية؟ ماذا يعني لما نستورد الأشياء لنكون على أساسها البناء الذي يسمى حضارة، كي نخرج بها من إزمة حضارية معينة، أي لنعود بهذا المجتمع أو ندخل بهذا الطرف الآخر من مجتمعنا الإسلامي في الدورة الحضارية؟ إذا أردنا على هذا الأساس أن نقيم، أن نعود بهذا الطرفين إلى الدورة الحضارية على أساس اشتراء هذه القائمة، فأننا نجري أو نسير على قاعدة من يريد استنتاج السبب، إنتاج السبب أو تسبيب السبب عن نتائجه، وهذا ضرب من المستحيل، وهذا خطأ فظيع من ناحية المنطقية. أن الحضارة لا تكونها منتجاتها، بل الحضارة هي التي تكون منتجاتها كلها. يجب، والحمد لله، أن المجتمع الإسلامي وفي هذا الوطن على وجه الخصوص بدأت بوادر خير، وهو أننا نعيد النظر في قضايا كانت مهملة، وهي الآن قائمة تحت نظر المسؤولين في مختلف البلاد العربية والإسلامية والعربية على وجه الخصوص. فإننا نعيد النظر اليوم في أخطر قضية من هذه القضايا، ورأس هذه القضايا كلها هي قضية الإنسان، قضية الفرد، قضية الرجل. ف
فالقضية ليست قضية الأشياء والمنتوجات الحضرية، فهذه قضية هينة. أما الشيء الذي نفقده، كنا نفقده، والآن الحمد لله بدأنا أظن، ولست مبالغا في التفاؤل، أظن دخلنا في طور جديد، وأننا نعطي لقضية الإنسان مكانها الأول في محاولات التغيير التي تجري اليوم في المخططات التي تطبق في البلاد الإسلامية على العموم، وفي البلاد الجزائرية على وجه الخصوص. ومنها مما نلفت إليه نظر شبابنا، الشباب العربي كله والشباب الجزائري، لأننا نعيش اليوم معركة كبيرة في هذا الوطن، معركة التغيير التي تتناول جانبين، جانب المخطط الرباعي وهو الجانب الاجتماعي الاقتصادي المعروف، وجانب التعريب، قضية التعريب ومعركة التعريب